بالنسبه للجلسه ديال اليوم، كما هو معلوم تم احضار المتهم للمحكمه، ما تم انه المتهم رفض الحضور، فعملت المحكمه مقتضيات الماده 423 لتخلص الى يعني المرحله الاخيره في المتعلقه بالاجراءات الخاصه بهذه الماده يعني والخاصه باحضاره بالقوه العموميه. بالفعل تم احضاره بالقوه العموميه، تمت العمليه بشكل سلس، اؤكد بشكل سلس، حيث انه لم يقاوم ولم يمتنع، بمجرد اخباري من طرف عون المحكمه صعد. اول شيء ابدا به وجه الملاحظه على اساس انه سبب عدم حضوره ناتج عن ما تعرض له من استفزاز في الجلسه الفريضه، والاحداث المؤسفه اللي انتهت باحالته على النيابه العامه من اجل البحث عليه معه فيها، خصوصا الواقعه اللي تقول المحكمه وتؤكد بانه تحت حمايته وتحت رعايته، ولن تسمحها بان يكون موضوع اي استفزاز او اعتداء. وابتدات المرافعات، كان لي شرف اتمام المرافعه في جلسه اليوم، رافعنا حوالي 3 ساعات، كان الموضوع هو مناقشه الافعال اللي هي منسوبه للمتهم واثبات الوقائع المنسوبه لي. حضرنا جميع الحجج التي يرد الدفاع الاطراف المدنيه انها توصل الى الحقيقه وتؤكد مطالب المتهمين، لنخلص في الاخير الى ان من الشخص الذي عيناه في الفيديوهات هو المتهم، وان ما يزيد على 16 حجه تؤكد ان المتهم هو اللي هو توفيق بعشرين هو من ارتكب الافعال المنسوبه اليه. اليوم المحكمه لا زالت مستمره في المناقشه مع زملاء اخرين يتعلقون باطراف مدنيه اخرى، نتمنى ان تسير هذه المحاكمه بالشكل الذي سارت فيه اليوم، لاننا نحن في جميع الاحوال نحن اليوم هنا وغدا هناك، نحن نؤدي رسالة اللي هي رسالة المحاماة، رسالة نبيلة، رسالة ديال الدفاع عن حقوق الأطراف سواء كانوا ضحايا أو متهمين. هذه هي رسالتنا، أننا مساعدي القضاء ولا شيء آخر.